تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، انطلقت فعاليات المؤتمر العام الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي وسط مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تأسيس استراتيجية وطنية خليجية قائمة على مبدأ الشمولية والتكامل، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في مواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس. في ظل التحديات التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي، تعد العوامل السياسية والاقتصادية ذات يد طائلة في التأثير على واقع حقوق الإنسان. ومن هنا دعا المؤتمر العام الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون في دورته الثانية للتعاطي مع هذا الواقع، للوصول إلى خطط واستراتيجيات ترتقي أكثر بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون. تأتي أهمية هذا العقد من خلال المؤتمر لوجود العديد من الانتهاكات للأسف الشديد لحقوق الإنسان في بعض الدول، وأخص بالذكر يعني اليمن وسوريا والعراق وغيرها من الدول، خصوصا وأن بدأ التطرف الديني وموجة الإرهاب التي تعاني منها الكثير من الدول وتعاني منها أيضا البحرين. وتأتي أهمية هذا المؤتمر أيضا ما تلاقيه دول مجلس التعاون من هجم ومنهجة شرسة من بعض الدول ومن بعض المنظمات التي سيست موضوع حقوق الإنسان في الوقت الذي تقوم به دول مجلس التعاون بكثير من المبادرات ومن الاهتمام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون. المؤتمر تنظمه جمعية معا لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة الخليجية الدولية لحقوق الإنسان، إذ تمثل قضية حقوق الإنسان أهمية كبرى في التعاطي معها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ناهيك عن كيفية تعاطي العابثين بالشأن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي سلبا عبر تسييس قضايا حقوق الإنسان أو توجيهها لخدمة أجندات وغايات بعيدة عن سمو المبدأ. أنا أعتقد دقت ساعة الصفر. نحن من يعني مدرسة الشيخ زايد رحمة الله عليه، منذ الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية في سنة 71 ونحن نتحلى بالحكمة والجلوس إلى طاولة مفاوضات والذهاب إلى محكمة عدل دولية، وهناك كثير من التجار الإيرانيين الذين يعملون في دول الخليج ولدينا جالية محترمة نحبها ولدينا أخوة يعني نقدرهم في وطننا العربي، ولكن إيران أصبحت تتمادى واعتقدت بأن الكرامة العربية والثقافة العربية المعتدلة المتزنة الداعمة لحسن الجوار والداعمة لمصالحة شاملة، توقعت إيران أن هذا ضعف وهذا لا. في الواقع الأمر نحن نعرف متى تتحرك القيادة العربية. أنا أعتقد العاملين في حقل حقوق الإنسان لو تيقظوا لهذه الممارسات سوف يكون هناك أو يشكلون الصمام الأول أو الجدار الأول لحماية سواء كانت منطقة الخليج وهي المنطقة الناشئة في هذا المجال أو المنطقة العربية بشكل عام. أنا أظن أنه هذا المؤتمر سوف يخرج بالعديد من التوصيات ما في شك التي سوف تعين العاملين في حقل حقوق الإنسان من أجل النهوض بحقوق الإنسان سواء في المنطقة الخليجية أو المنطقة العربية بشكل عام. لدول مجلس التعاون واقع خاص يتمثل في انسجامه وعمله الأممي والدولي، وهذا المؤتمر يشكل الحاضنة السنوية لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتم دراسة ومناقشة قضايا واهتمامات حقوق الإنسان بشكل متكامل. يأتي انعقاد المؤتمر في ظل رؤية شاملة على تأسيس وتأطير عامل حقوقي فاعل بدول مجلس التعاون، إيمانا بأهمية العمل الخليجي المشترك. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.